أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بعض القادة في دول نامية يطلقون الوعود للشعوب أثناء إجراء العمليات الانتخابية في ظل التحديات العالمية الراهنة، وأكد على ضرورة العمل والصبر لإنجاز كافة تطلعات الشعوب في الدول النامية من بينها مصر، موضحا أنه لم يطلق أبدا مشروعا في مصر إلا عند افتتاحه. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعمل له كل حاجة حلوة. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد. آخر كلمة هقولها، فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية، الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك.